نوعية المرأة والمواطنة بالكاس لتقديم تقرير خاص بتفتيت النساء في تونس مهم جدا، لأنه هذه ظاهرة مسكوت عنها تقريبا، وحتى تناول وسائل الإعلام لها يطرح موضوع كبير وكبير جدا في طريقة التغطية لهذه الظاهرة. كما نعرف ظاهرة خذت حقيقة أبعاد وحجم مهم جدا خلال السنوات الماضية، ربما هذا لا يعني أنه ما كانتش موجودة، ولكن الآن برزت يعني مع حراك المنظمات النسوية والناشطات النسويات. حاولنا إبراز هذه الظاهرة اللي كان مسكوت عنها تماما، ولكن رغم ذلك يبقى أن هناك تقصير وتقصير كبير، سواء كان من قبل وزارة المرأة أو من قبل مختلف المتدخلين في هذا الموضوع، لرفع الصمت عن هذه الظاهرة ولتحليل أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها على المجتمع بصفة عامة وعلى النساء تحديدا. لذلك هذا التقرير تقدم اليوم مهم جدا. كما تعرفوا الظاهرة هذه خذت أبعاد خلال السنوات الأخيرة مرعبة، يعني من بداية السنة إلى اليوم هناك 9 نساء قتلت على يد عادة أزواجهن أو أصدقائهن أو أبائهن إلى آخره. هذه ظاهرة مهمة. السنة الماضية الأرقام اللي رصدناها واللي هي جزء فقط من الظاهرة هي 25 مرأة قتلت في 2023. وكما قلت لكم هذه ما يسمى لفاس إميرجي دو لايسبيرغ، معناها ما خفي أعظم. هذه نقطة مهمة جدا. اليوم الجمعية النسوية تطالب بتطبيق قانون 58/2017 بمختلف جوانبه، وتطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها لحماية النساء وتطبيق هذا القانون. احنا نعرف انه لحد اليوم هناك العديد من التقصير من قبل الحكومة في تطبيق هذا القانون اللي ناضت من أجل الحركات النسوية منذ تقريبا 20 سنة. ما سميش ميزانية مخصصة لموضوع العنف ضد المرأة، نعرف لتطبيق القانون. المرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة، هذا مرصد تقريبا إنه با فونكسيونيل، يعني مش عملي بتاتا ولما يشتغل بعد. هناك أيضا عدم تكوين للفرق المختصة اللي هي نورمالمون تتقبل قضايا النساء المعنفات وعائلاتهن. هناك أيضا ريزيستانس، يعني هناك أحيانا رفض ثقافي من قبل القضاة ومن قبل أعوان الأمن لتطبيق هذا القانون، لأنه يعتبر أنه هذا القانون هو حماية للنساء وأن النساء هما المسؤولات على هذه الظاهرة. لذلك هناك العديد من العوامل، غياب الإحصاءات خاصة، يعني كيفاش نفهموا أنه اليوم نحن كجمعية نسائية نضطر للتعامل أولا لطلبات اللي جينا احنا في مراكز الإيواء، مراكز مقاومة العنف ضد النساء، أو استعمال بعض المعلومات التي تأتي في الجرائد العمومية إلى آخره. وانتم بما أنه نتكلم مع الصحفيين، أنا يبدو لي أن هناك جانب خطير وخطير جدا وتقصير كبير من قبل الصحفيين، تقصير ربما مش عن قصد، ولكن طريقة التعامل مع ظاهرة تجعل أنه هذه الظاهرة تعتبر أولا اللي بلاسيد دون لي في ديفير، معناها تعتبر أنه حاجة عامة جدا وضمن المعلومات عن الممثلين وعلى بعض حوادث السيارات والتقصي لآخره، لا تعتبر حقيقة قضية مجتمعية بمختلف ظواهرها وبخطورتها. سنين هناك تقصير أيضا، وربما مش مكون عدم تكوين الصحفيين في تناول هذه الظاهرة. اليوم
كلمة فيمينيسيد مش لا تستعمل اليوم. ظهير التقتيل النساء يعني كنتيجة للنظام الأبوي الباترياركي اللي دونية المرأة في المجتمع مازال مش مطروح ومش مبين. دونك حس عدم اهتمام وعدم اكتراف من قبل الصحفيين لهذه الظاهرة. عادة الكلمات مختصرة جدا قصيرة جدا في الصفحة السادسة أو السابعة أو الثامنة من أي مجلة من المجلات أو من أي جريدة، وهذا حقيقة يبين مدى كيفاش نقولوا عبثية التعامل مع هذه القضية اللي هي قضية مجتمعية لها أبعاد اقتصادية اجتماعية نفسية كبيرة جدا على المجتمع برمته، لا فقط على عائلات الضحايا.